The theorem a square matrix M is invertible if and only if determinant M not equal zero. إذا هذه يا جماعة تقرأ if and only if. طب شو يعني؟ تعني علاقة التكافؤ. طب كيف يعني تكافؤ؟ يعني إذا كانت الماتريكس A invertible فإن determinant A لا يساوي zero. هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني إنه إذا كان determinant A لا يساوي zero فبالتالي الماتريكس M هو invertible، يعني في له inverse. طيب رتب لك الأشياء اللي مرت معانا بالإضافة لهذه النظرية. نتذكر يا جماعة إنه إذا كان الماتريكس M هو non-singular، determinant M not equal zero, A invertible. العلاقة بينهم علاقة تكافؤ، إما بعبر عنها بهذا الرمز أو زي ما حكينا if and only if. يعني لما أحكي إنه الماتريكس M هو عبارة عن non singular شو معناته؟ معناته بيكون determinant A لا يساوي zero وبيكون الـ A invertible. وإذا حكينا إنه determinant A لا يساوي zero هذا شو يعني؟ معناته انه الام هو نون سنجولار والماتريكس A هو انفيرتبل. واذا حكينا انه الام هو عباره عن انفيرتبل بالتالي لازم اكون عارف انه الديتيرمنت A لا يساوي زيرو والماتريكس A يسمى نون سنجولار. النيجيشن له A سنجولار equivalent تكافؤ determinant M equal zero والA not invertible equivalent A not invertible. انه لما نحكي انه الاي هو عباره عن سنجولار معناته ديتيرمنت اي بيساوي زيرو والاي نوت انفيرتبل، يعني ما في له انفرس. واذا حكينا انه ديتيرمنت اي بيساوي زيرو معناته الاي يسمى سنجولار والاي نوت انفيرتبل. واذا كان الاي نوت انفيرتبل فالاي يسمى سنجولار والديتيرمنت لهم يساوي زيرو. اذا هذه علاقه التكافؤ ما بين واحد وعندي هون اثنين. طيب نكمل definition. If M is any n by n matrix and Cij is the cofactor of Aij, then the matrix C11, C12, C1n, C21, C22, حتى CnM is called the matrix of cofactors from M. The transpose of this matrix is called the adjoint of M and is denoted by بنعبر عنه بهذا الرمز. طب نرجع مرة ثانية. إذا كان الـ M الـ order إلو N وكان الـ Cij هو الكوفاكتور للـ Aij، يعني إنه الـ C11 هي الكوفاكتور للـ A11. نكتب الشكل العام للماتريكس M. الماتريكس A إذا كان الأوردر إلو N تالي هنا A11 A12 A1N A21 A22 A2N.
واللاست رو A N 1 A N 2 A N N. طيب بحكي لنا هون انه السي اي جي هو الكوفاكتور للاي اي جي، يعني مثلا انا بدي اوجد الكوفاكتور للاي 1 1. نتذكر شو كنا نعمل يا جماعه؟ كنا نعمل انترسكشن صف مع عمود، بعدين المتبقي نوجد له الديتيرمنت، وبعد ما نوجد الديتيرمنت نضرب اشاره الموقع. فالناتج يا جماعه هو سي 1 1. طب بدي اوجد الكوفاكتور للاي 1 2، بعمل تقاطع صف مع عمود، المتبقي بوجد له الديتيرمنت والناتج بنضرب اشاره الموقع، واشاره الموقع سالب. مثلا بدي اوجد الكوفاكتور للاي ان ان، بعمل تقاطع صف مع عمود، المتبقي بوجد له الديتيرمنت وبعد هيك بضرب اشاره الموقع، اشاره الموقع هنا عندي موجب. طيب اذا معناته يا جماعه الماتريكس اللي ظهرت عندنا هذه الماتريكس اللي امامنا سميناها the matrix of cofactors from A. يعني C11 هو الكوفاكتور للA11، C12 كوفاكتور للA12، C1n هو الكوفاكتور للA1n إلى آخره. طيب the transpose of this matrix، إذا عملنا transpose لهذا الماتريكس is called، يسمى the adjoint of A. إذا بسميه الأدجوينت للماتريكس A. إذا يا جماعة كيف بدي أوجد الأدجوينت أوف ماتريكس A؟ إنه لازم في البداية أوجد الماتريكس أوف كوفاكتورز فروم A، وبعدين أعمل له ترانسبوز. ثيورم inverse of a matrix using its adjoint، معكوس الماتريكس باستخدام الأدجوينت. If A is an invertible matrix, then A inverse equal 1 على determinant A adjoint of A. إذا لاحظ يا جماعة هون كيف بدي أوجد الماتريكس الانفرس الماتريكس باستخدام طريقة الأدجوينت، هي القاعدة موجودة أمامي، 1 على determinant A مضروبا بالأدجوينت of A. إذا بداية لازم أوجد determinant الماتريكس A، وبعد هيك بدي أوجد الأدجوينت of A. وحكينا طريقة إيجاد الأدجوينت إنه لازم بداية أوجد الكوفاكتور وبعدين أعمل له ترانسبوز. ممكن تسأل طب في شرط هون على الأوردر؟ لا ما في شرط، كان 3 باي 3 4 باي 4، يعني إن جنرال الأوردر هنا إن الأوردر إن، يعني السايز إن باي إن. إذا نتذكر سابقا تعلمنا كيف نوجد الإنفرس إذا كان عندنا الماتريكس 2 باي 2، أما باستخدام طريقة الأدجوينت بغض النظر عن الأوردر للماتريكس A. حسان أيمن تفضل. دكتور بس لو سمحت ممكن بس تعيد كيف نوجد الأدجوينت إحنا؟ الأدجوينت النظرية؟ هسا النظرية لاحظ هنا إنه حتى نوجد الإنفرس الماتريكس A بعتمد على determinant A وبعتمد على adjoint of A. determinant A بنعرف نوجده. طيب كيف بدي اوجد adjoint of A؟ باستخدام التعريف الموجود بالاعلى، انه بدايه لازم اوجد الكوفاكتور للماتريكس A، وبعد هيك بعمل له ترانسبوز. الترانسبوز يعني الصف الاول عمود اول بصير، الصف الثاني عمود ثاني، الصف الاخير بصير عمود اخير. هسا الماتريكس الناتج احنا بنسميه الادجوينت اوف ماتريكس A. هسا مع الاكزامبل بصير الامور اوضح ان شاء الله. طيب اكزامبل يوزنج ذا ادجوينت تو فايند A انفرس، تستخدم طريقه الادجوينت لايجاد الA انفرس. معطين هون نمبر 1 ونمبر 2. نمبر 1 الماتريكس A مدخلاته ماينس 2 2 0 1 ماينس 1 5 0 3 ماينس 2. إذا مباشر بكتب القاعدة إنه الـ A inverse equal 1 على determinant A adjoint of A. بداية بدي أوجد الـ determinant للماتريكس A،
وبعد هيك بدي أوجد الأدجوينت. طيب ديتيرمنت الماتريكس إيه؟ زي ما علمناكم عندنا ست طرق، إما بختار صف أو بختار عمود، حتى علمناكم طريقة سابعة إنه بكرر العمود الأول والعمود الثاني، لكن حكينا الأسهل إني أختار صف أو عمود بيحتوي على أصفاره. فأنا هنا حسبت الديتيرمنت باستخدام الفيرست كولوم العمود الأول، إنه أنا ثبتت الماينس اثنين، بعدين عملت انترسكشن ديتيرمنت المتبقي، يعني ديتيرمنت ماينس واحد وخمسة، ثلاثة ماينس اثنين، بعد هيك زائد واحد في ديتيرمنت المتبقي بعد التقاطع، اثنين زيرو، ثلاثة ماينس اثنين، إشارة الموقع هنا سالب، فسالب في موجب واحد، فصار عندك هنا سالب واحد. بعدين حسبنا الديتيرمنت ضربناه بسالب اثنين ناقص الديتيرمنت الحد الثاني، فكان قيمة الديتيرمنت ماتريكس A هو عبارة عن 30. طيب إذا الجزء الأول أوجدناه اللي هو قيمته 30. الحين الجزء الثاني اللي هو الأدجوينت أوف ماتريكس A، حكينا بداية لازم أبني مصفوفة الكوفاكتور. فأجي بداية بدي أوجد الكوفاكتور لسالب اثنين، فأعمل تقاطع صف مع عمود، المتبقي بعمل له ديتيرمنت سالب واحد بسالب اثنين، اثنين اثنين ناقص 15 سالب 13، مضروبا بإشارة الموقع موجب، فسالب 13 في موجب، فعندك هنا سالب 13، إذا سالب 13 هو كوفاكتور السالب اثنين. بعد هيك بدي أوجد الكوفاكتور للاثنين، بعمل تقاطع صف مع عمود، متبقي بوجد له الديتيرمنت واحد بسالب اثنين سالب اثنين ناقص زيرو سالب اثنين، وهنا في عندك اشاره الموقع سالب، فصارت عندك موجب، يعني صار عندي اثنين. بعد هيك الكوفاكتور للزيرو، واحد بثلاث، ثلاث ثلاث ناقص زيرو ثلاث، وهنا الاشاره موجب، بالتالي صار عندي موجب ثلاث. الكوفاكتور للواحد تقاطع صف مع عمود، 2 ضرب سالب 2 سالب 4، سالب 4 ناقص 0 سالب 4، سالب 4 وهنا الإشارة سالب، إشارة الموقع، بالتالي صار عندك 4. نفس الإشي الكوفاكتور لسالب 1 صف مع عمود، سالب 2 بسالب 2 4، 4 ناقص 0 4، 4 بموجب، عندي موجب 4. الكوفاكتور للخمسة صف مع عمود، سالب 2 بثلاث سالب 6 ناقص 0 سالب 6 بسالب، عندك موجب 6. الكوفاكتور للزيرو نعمل انترسكشن تقاطع 2 ب 5 10 ناقص 0 10 10 في موجب، موجب 10. الكوفاكتور للثلاث بعد التقاطع سالب 2 ب 5 سالب 10 ناقص 0 سالب 10 سالب 10 بسالب، عندك موجب 10. الكوفاكتور لسالب 2 نعمل انترسكشن سالب 2 بسالب 1 2 2 ناقص 2 0، طبعا بغض النظر عن الاشاره راح يضل عندي هون 0. اذا هيك انا بنيت مصفوفه الكوفاكتور. الحين الخطوه اللي بعد هيك بعمل لهذا الماتريكس اللي هو الترانسبوز. بس الترانسبوز الماتريكس الناتج بنسميه الادجوينت اوف ام. عندك هون الصف اول عمود اول، صف ثاني عمود ثاني، صف اخير عمود اخير. طب وبعد هيك صار عندي ديتيرمنت الاي معلوم، الادجوينت اوف اي معلوم، بطبق القاعده الاي انفرس بيساوي 1 على 30 مضروبا بالادجوينت اوف ام. طب حتى نتاكد من حلنا او من العمليات الحسابيه اللي اجرناها، كيف بدنا نتأكد؟ آه يا جماعة حتى نتأكد يا جماعة لازم إنه الماتريكس اللي ظهر عندي لما ينضرب بالماتريكس M لازم يعطيني الايدنتيتي. نرجع للتعريف إنه دائما الماتريكس A إذا انضرب في البيم وأعطاني ايدنتيتي، فبالتالي البي هو الـ A inverse.
إذا طريقة كيف نتأكد الماتريكس الناتج بالA بعطيني الايدنتيتي. طيب نمبر 2 عندك على الدفتر معطينا الماتريكس مدخلاته 2 سالب 1 3 0 4 5 1 ماينس 1 0 بدنا نوجد له الانفرس. حسان تفضل. دكتور بس لو سمحت هلا بس انا اوجد السي بعمل له ترانسبوز نعم بس بيعطيني الادجوينت صح؟ نعم بس توجد السيم تعمل له ترانسبوز الناتج هو الادجوينت. واضح طيب دكتور؟ واضح بالنسبه لهي، بس بالنسبه انه للكوفاكتور مشكله هاي اذا بدي اوجد انا الكوفاكتور لكل عنصر. ليش مشكله؟ صارت يعني اذا بتجيب لنا سهوله يعني ما في داعي تعملها على الهامش. ما في داعي تعملها على الهامش، تعمل بس تقاطع متبقي بتوجد له الديتيرمنت بعدين بنضرب اشاره الموقع. يعني مثلا بالامتحان لو انا سويتها بمخي عادي ما كتبت لك الخطوات للكوفاكتور. طبعا ما في مشكله. يعني قلت لك adjoint A تساوي تمام خلص. لا بدك توجد الكوفاكتور بعدين تعمل له ترانسبوز، يعني لازم بالامتحان يبين عندي الكوفاكتور. تمام بخليك تشوف الكوفاكتور بعمل له ترانسبوز بعدين بتعمل ترانسبوز. نعم تمام شكرا لك دكتور. يلا عندك على الدفتر نمبر 2. طيب نبدا في مريم. يلا يا مريم. هلا اول شيء بطلع ديتيرمنت بطلعه من العمود الاول لانه عندي صفر. ممتاز اختارت مريم العمود الاول. شو ظهر عندي قيمه الديتيرمنت؟ هلا اول شيء بضرب بعمل تقاطع عند الاثنين اخلص بدون الحل هي سالب 7 طلعت. ممتاز سالب 7. في حد يا جماعه عنده مشكله في ايجاد الديتيرمنت؟ طيب خلينا مره ثانيه يا مريم كيف حسبناه باستخدام العمود الاول انه عملنا تقاطع. هلا عملنا تقاطع عند الاثنين هلا بنقول الاثنين إشارة موقعها هي موجب فبتصير اثنين ضرب أو بنحط الديتيرمنت هو الأربعة والخمسة والسالب واحد والصفر أربعة في الصفر ناقص ناقص خمسة بتصير عنا خمسة. ممتاز إذا هنا عنا خمسة. طيب خمسة اثنين بخمسة عشرة. ممتاز إذا معناته عندي أول حد هو عبارة عن العشرة. في داعي نيجي على الزيرو ثاني صفر الباقي. ممتاز لانه زيرو زيرو في الكوفاكتور عباره عن زيرو. طب بعدك بعدك الواحد. هلا الواحد بعدين سالب واحد في خمسه سالب خمسه سالب خمسه ناقص سبعه سالب 12 سالب 12 سالب 12 والاشاره هون عندي الموجبه موجب سالب 12 هنا سالب 5 وسالب 12 سالب 17 صارت هيك مش هيك؟ اذا في غلط سالب 5 وسالب 12 سالب 17 اذا الحد الثاني عندي سالب 17 والحد الاول عندي 10 ف10 ناقص 17 اذا عندي سالب 7 سالب 7 اذا عندي هنا يا جماعه سالب 7. طيب اذا هيك احنا اوجدنا ديتيرمنت ام. طيب بعدين بدنا نبني الكوفاكتور شو نعمل؟ هلا كل عدد بدنا بدنا ناخذ الكوفاكتور له بنبلش بالاثنين وسالب واحد ثلاثة الكوفاكتور اني انا اعمل تقاطع واضرب اشاره الموقع اللي عند عملت عنده التقاطع مع الاي في دي ناقص بي في سي. ممتاز يعني بدنا كوفاكتور الاثنين بضل عندي هنا الاربعه والخمسه وسالب واحد وزيرو هون الزيرو ناقص ناقص خمسة سالب خمسة خمسة والإشارة هنا كم عنده موجب؟ موجب إذا موجب خمسة. طب بدنا الكوفاكتور للسالب واحد نفس تقاطع صف مع عمود زيرو ناقص خمسة خمسة وبقى سالب خمسة وشرط الموقع سالب بيطلع خمسة. ممتاز تطلع خمسة كوفاكتور ثلاث هنا زيرو ناقص أربعة إذا ناقص أربعة في موجب يكون عندي سالب أربعة.
كوفاكتور الزيرو زيرو ناقص ناقص خمسة موجب خمسة، موجب خمسة، وهون عندي سالب، إذا صار عندي سالب خمسة. عفوا مرة ثانية، الكوفاكتور حكينا لا بيطلع صفر ناقص بيطلع ثلاثة، وبضربها بسالب إشارة الموقع سالب ثلاثة. طب بس بدنا كوفاكتور لمين؟ للزيرو هذا. هون في مشكلة هون، أيوه هيك لازم. صف معمول هيك. إذا هون الزيرو ناقص ناقص ثلاث موجب ثلاث، وهون سالب، إذا زي ما حكت مريم سالب ثلاث. طيب كوفاكتور الأربعة. الأربعة صفر ناقص ثلاثة، وصفر ناقص ثلاثة سالب ثلاثة، سالب ثلاثة وإشارة الموقع موجود بضل سالب ثلاثة. ممتاز، بضل سالب ثلاثة. كوفاكتور الواحد، عفوا كوفاكتور الخمسة. لا خمسة، خمسة سالب واحد ناقص سالب اثنين، هنا سالب اثنين وواحد بصير سالب مع سالب بصير موجب، سالب اثنين موجب وواحد واحد بتصير سالب واحد، سالب واحد في سالب بصير عندي موجب واحد. بتشارك الموقع بصير واحد. طيب تمام، خلينا نسمع من سارة. تفضل يا سارة. هلا بعدين بطلع اللي هو الادجوينت. هلا بس الصف بصير عمود، بس ما كملناش يا سارة، احنا بدنا ما الكوفاكتور كملنا، الواحد. بعمل تقاطع تفضل. نعم بعدين بضرب اللي هو سالب واحد في خمسة سالب وثلاث في أربعة. معناته كم عندي هون؟ سالب 17. وشو شرط الموقع؟ موجب. موجب، إذا بضل سالب 17. الكوفاكتور للسالب واحد اثنين في خمسة عشرة، وعشرة تصير ثلاثة في صفر صفر عشرة، وإشارة الموقع اللي هو سالب تصير سالب عشرة. ممتاز، بصير عندي سالب 10. كوفاكتور الزيرو صفر في ثمانية، إذا 8 ناقص 0 8، والإشارة موجب، ثمانية ظل عندي موجب 8. موجبة. طيب الحين بدي أوجد بضل. الجوينت يا سارة، شو نعمل؟ هلا أول يعني الصف بصير عمود. طيب نعمل ترانسبوز. خمسة بالضبط، ترانسبوز بالضبط. ممتاز، إذا هون بنعمل ترانسبوز، الصف بصير عمود، صف أول عمود أول، صف ثاني عمود ثاني، صف ثالث عمود ثالث. طيب بعد هيك تمام. هلا بروح نعمل القانون، قانون بشوف القانون اللي هو واحد على الديترمنت، اوكي اللي هو سالب سبعة احنا طلناها فوق، بضربها بالماتريكس الناتج اللي احنا طلعناه اخر شيء من بعد الانفرس. تمام، إذا هون يا جماعة واحد على ديترمنت الـ A سالب سبعة، بالتالي بصير عندي سالب واحد على سبعة في الأدجوينت للماتريكس A. طيب كيف بدي اتاكد يا ساره انه الخطوات اللي عملتها صحيحه، يعني انه هذا بالفعل هو الانفرس؟ لازم يكون ايدنتيتي لما اضربهم بعض. ممتاز، لما نضرب الماتريكس الناتج بالماتريكس A لازم يعطينا الايدنتيتي.